معنا الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي للهلال الاحمر المصري. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا يا استاذ عمرو. اهلا وسهلا بالساده المستمعين. عايزين بس نتاكد من حضرتك من الخبر، عرفنا ان هناك تبرع من مو صلاح للجهود، يعني مش بنسال على الرقم، ولكن عايزين نعرف هل هذا الامر حدث ولا لا؟ طبعا الامر حدث، يعني مش غريب على النجم محمد صلاح، ومش اول مره طبعا النجم محمد صلاح يشاهد في الانسانيه ويساعد الناس مش في داخل مصر بس وبس، خارج مصر. يعني مش غريب على نجم زي محمد صلاح، كبير ومهتم حتى بالشعب. طب حضراتكم عرفتوا امتى؟ لا، هو تواصل معانا وبلغنا بهذا الموضوع. بنفسه يعني ولا من خلال حد؟ يعني من خلال مدير اعماله. طب الحمد لله. طب ده شيء عظيم وشيء جميل وشيء احنا يعني نتوقعه من قامة عظيمة رياضية تاريخية في مصر زي محمد صلاح. ابننا بنفتخر بيه، مش كده ولا ايه؟ مظبوط يا فندم، وبرضه بقول مش غريب عليه ومش أول مرة يعمل خدمات إنسانية سواء داخل مصر أو خارج مصر. طيب انتوا المفروض الأيام القادمة ديت الشغل عليكم كبير قوي، يعني طمنا على المساعدات، بتعملوا ايه؟ أخباركم ايه؟ والله يا فندم طبعا يعني ربنا يرحم الشهداء ويصبر الجرحى والمصابين، وطبعا جهود الدولة المصرية، تم تكليف جمعية الهلال الأحمر المصري بالتنسيق لجميع المساعدات سواء كانت المحلية أو الدولية، وبنتواصل مع الهلال الأحمر الفلسطيني على مدار الساعة عشان رصد الاحتياجات ونشوف طبعا إيه المطلوب عندهم. في أول 24 ساعة بعد الغزو اللي حصل دوت احنا نجحنا في إدخال مجموعة من المساعدات سواء كانت الطبية أو الإغاثية للهلال الأحمر الفلسطيني، وتسلمها فعلا وساعدته في الفترة الصعبة ديت. تم تجهيز طبعا حزمة كبيرة جدا من المساعدات من الدولة المصرية حتى من دول كثيرة في الفترة السابقة، مجموعة من طيارات الإغاثة اللي بتشيل المواد الصحية والمواد الطبية نزلت مطار العريش، استقبلها موظفين ومتطوعين الهلال الأحمر المصري اللي عددهم أكثر من 250 واحد دلوقتي بيعملوا على مدار الساعة من أجل التنسيق والتفريغ ومراجعة المواد ووضعها بالشكل السليم. حالة طبعا لما يفتح على طول إن شاء الله المعبر هتدخل على طول لمساعدة الطرف الآخر. عايز أقول برضو إن في مجموعة من الفلسطينيين اللي كانوا بيتلقوا العلاج في مصر وكان عندهم يعني نقول بعض الأعمال كانوا بيخلصوها، المجموعة ديت موجودة حاليا إحنا كهلال أحمر مصري بنتولى طبعا طلباتهم من حيث التسكين والإعاشة. يعني احنا برضو شغالين على المجموعة المتواجدة في مصر اللي ما عرفتش ترجع بسبب الظروف الرهيبة. دكتور رامي الناظر الرئيس التنفيذي للهلال الأحمر المصري، بشكرك شكرا جزيلا.